والآن نتحول في نشرة التاسعة للتعرف على توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. أخبار الطقس يستعرضها لنا رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا يوسف، شكرا ريهام. مجددا مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتبعها في هذه الوقفة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 17، الصغرى فيها 9، أما الإسكندرية العظمى فيها 16، الصغرى فيها 9، مطروح 16 10، بورسعيد 17 10، أما محافظة الإسماعيلية 18 العظمى فيها، أما الصغرى فست درجات. إلى السويس العظمى فيها 17، الصغرى فيها 7، العريش 17 9، طابة 15 9، شرم الشيخ 20 12، أما الغردقة 20 11، محافظة الأقصر 21-8، أسوان 21-8، الوادي الجديد 22-7، شلاتين 22-14، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 13. لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.